حسام قيمة كبيرة طبعا في النادي ورمز للأهلي ورمز لمنتخب مصر، قدم كتير للنادي، خد بطولات كتير مع النادي. النهارده يعني اختار ان يكون الوقت المناسب بالنسبة له انه يعتزل ويكمل في حتة تانية في مجال الكورة برضه. ان شاء الله يكون مهرجان يليق باسم حسام ويليق باسم النادي الأهلي وكل الناس تنبسط النهارده وتكون مباراة جيدة. وبتمنى له التوفيق طبعا في حياته الفترة الجاية، وحسام في أي مكان هيكون مميز، أي مكان هيكون إضافة ليه إن شاء الله. بالنسبة للفترة اللي فاتت خلاص احنا كل الصفحات اتقفلت وتركيزنا كله على مباراة كامبالي، هي المباراة الثانية في المجموعة. يمكن ما كانش عندنا توفيق إن احنا نكسب المباراة الأولى أمام الترجي نتيجة أسباب معينة مش عاوزين نخوض فيها، لكن المباراة الجاية بالنسبة لنا مهمة. ويمكن المباراة النهاردة بتاعت حسام يمكن برضو استعداد لينا نطمن على حالة الناس بالنسبة لنا، ونشوف الناس اللي كانت مصابة، الناس اللي ما كانتش بتشارك الفترة الأخيرة، نطمن عليهم وعلى حالتهم. وبعد كده إن شاء الله نطلع بكرة الصبح إن شاء الله على كامبالا، وكلنا يعني أمل وكلنا مركزين إن إحنا إن شاء الله نكسب ونرجع بالثلاث نقط علشان نكمل منافستنا في المجموعة. يمكن إحنا شفنا الفرقة، فرقة عناصر شابة، فرقة عاملة نتائج كويسة سواء في الدوري أو في الفترة الأخيرة في بطولة أفريقيا. ربنا سهل وإن شاء الله نرجع بثلاث نقط إن شاء الله. السيد دايما بيسافر قبل الفرقة وبيطمن على الحاجات دي سواء الإقامة أو الملاعب. بعدين إحنا خلاص يعني اتعودنا على الأجواء دي، سواء الجماهير أو الملعب، وياما سافرنا وياما شفنا، فمش عاوزين يكون في أسباب قبل ما نروح نتكلم فيها. احنا يعني كلنا مركزين ان احنا نكسب ونعمل مباراة كويسة ونرجع بثلاث نقط، ده الأهم بالنسبة لنا ان شاء الله.